أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بدء العمليات العسكرية لتحرير مدينة تل عفر، آخر أكبر معاقل تنظيم داعش في محافظة نينوى بشمال العراق. وكثف سلاح الجو العراقي ضرباته الجوية على مواقع تنظيم داعش في المدينة بهدف تدمير دفاعات داعش واستنزاف قدراته العسكرية قبيل بدء الهجوم البري المرتقب. سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على نقاط استراتيجية في عدد من أحياء الرقة بعد اشتباكات مع تنظيم داعش، وتمكنت قوات غضب الفرات من السيطرة على مواقع مهمة في حي الدرعية في الجهة الغربية لمدينة الرقة بعد اشتباكات قتل فيها 13 إرهابيا من داعش، كما جرت اشتباكات متقطعة في حي الروضة في الجهة الشرقية للمدينة قتل خلالها إرهابيان. شنت مقاتلات حربية وعمودية يرجح أنها أمريكية ضربات جوية على مواقع مفترضة لتنظيم القاعدة في منطقة يكلا بمحافظة البيضاء، وأفاد السكان المحليون بأن المقاتلات العمودية حلقت بكثافة في أجواء المنطقة قبل أن تستهدف بأربع غارات جوية سيارات كانت تمر في الطريق العام بالمنطقة. بدأت شرطة كاتالونيا تنفيذ عملية أمنية كبيرة في سائر أنحاء الإقليم الواقع في شمال شرق إسبانيا، حيث لا تزال السلطات تبحث عن أحد أفراد الخلية الإرهابية التي ارتكبت هجومي برشلونة وكامبريلز. ودعت الشرطة السكان إلى عدم نشر أي معلومة تتعلق بحواجز التفتيش التي باشرت بنصبها على الطرقات وذلك لدواعٍ أمنية. أجرى سكان بلدة على الساحل الياباني تدريبات على الإخلاء تحسباً لإطلاق كوريا الشمالية صواريخ صوب جزيرة غوام الأمريكية بالمحيط الهادئ مروراً بمنطقتهم. وذكر مسؤول بالبلدة أن ما يقرب من 130 شخصاً شاركوا في التدريب، وتشير التقديرات أنه في حال أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً فإنه قد يصل إلى اليابان في غضون 10 دقائق تقريباً. استهل نادي بوروسيا دورتموند موسمه بقوة بتغلبه على مضيفه فولفسبورغ بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المرحلة الأولى من الدوري الألماني لكرة القدم. ثلاثية الأسود حملت توقيع كل من بوليسيتش والإسباني مارك بارترا وأوباميانغ.